ايه يا بحياتك يا فتحيه؟ والله زعلنا قوي. غلبانه ووحدانيه ملهاش راجل. شد حيل. كبدي يا اختي حبت عيني. ما كنتش وشي بهدله. بقيت لوحدي خلص يا صاعد. عيني يا حبت عيني. يا اختي ابويا قبل ما يموت قال لي ان انا ورثه فلوس كتير قوي وعلبه صيغه كبيره. يسعدك يا هناكي، من قدك العرفان هيتلوموا عليكي بالزوفه. انا عارفه كان حظي هباب كده. ليه تمنيتي حظك ايه دلوقتي؟ قال يا اختي بيقول لي قال كان دافنهم ولا كان مخبيهم من ساعه امي ما ماتت الله يرحمها. ومخبيهم ليه؟ كانوا نفقوكي دلوقتي. قال كان خايف عليا من الرجاله. النبي ابويا ده كان قلبه طيب قوي الله يرحمه. النبي ده راجل. ولقيتيهم؟ يوه ده انا قلبت البيت كله، قلبت كل خن وكل الدواليب ما لقيتش حاجه خالص. طب وبعدين؟ والله بقى هتلاقيها تخاريف موت. تلاقي الراجل كان عازز عليه نفسه يا عيني يعيش فقير ويموت فقير. والبيت اللي انتوا فيه؟ ما هو ده بتاع امي. ما هو لما ماتوا هما الاثنين بقى البيت بتاع انا بقى. اخواتك هيورثوا؟ انا ماليش اخوات. يا حسره عليا. فتحية، ده ايه الصدفة الحلوة دي؟ صدفة ليه؟ ما احنا بنشوف بعض هنا كل يوم. لا اصل بالصدفة كده انا كنت بفكر فيكي وانا ماشي. ليه؟ في حاجة بخصوص الجرد بتاعك؟ لا جرد ايه؟ انا كنت بفكر. اديني كيلو بتنجان لو سمحت. ايه؟ انا كنت بفكر ازاي انا عايش لوحدي. وكيلو قوطة بقى، كيلو قوطة الله يخليك. ايه؟ النبي كيلو مفروم بقى يا ريت لو سمحت يعني. انت هتغدي ايه؟ مسقعة. طب بلاش المسقعة وتيجي نتغدى سوا في مطعم ولا حاجة. من امتى؟ بقول يعني بدل انت ما تتغدي لوحدك وانا اتغدى لوحدي. اصل انا مش عارف ابدا الموضوع ازاي. موضوع ايه؟ بصراحة يعني عاوز اتغدى لوحدي. اشمعنى دلوقتي؟ لا مش دلوقتي، انا من يوم ما عرفتك وانا عاوز اتغدى معاكي. وبعدين؟ ما جاتش فرصه. ما جاتش فرصه تتغدى؟ لا ما جاتش مناسبه، قصدي ان الوقت ما كانش مناسب علشان دلوقتي وقت مناسب يا فتحي؟ ده انا ابويا مات ما بقالوش اسبوع. ايوه ما انا عارف، يمكن ده اللي دفعني علشان اقول لك اني انك عايز تتغدى مش كده؟ اني بحبك. انت بتحبني ولا عايز تتغدى معايا؟ عاوز اتجوزك.